السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس محمود راجح. النهاردة بس حابب ان انا اتكلم مع حضرتك على فيلات الدورة. احنا في بداية الدورة بتاعتنا هنبدأ نتكلم على مثال بسيط جدا وصغير خالص، حاجة يعني تقليدية بحيث ان حضرتك تقدر تعملها بكل سهولة، وبعد كده بإذن الله هنبدأ نطبق على المشروع اللي قدام حضرتك دوت. طيب، هل لازم يكون المشروع ده موجود مع حضرتك؟ إطلاقا مش لازم. المعلومات اللي احنا هنقولها هتقدر حضرتك تطبقها على أي مشروع متوافر معاك، وبالتالي انت مش محتاج أي ملفات من الدورة نهائيا. انت تقدر تطبق على أي مشروع متاح مع حضرتك، ولو حضرتك حابب ان انت تتواصل معايا وتاخد مثلا مشروع معين تقدر ان انت تعمله من الأول وتبدأ تطبق عليه، مفيش أي مشاكل، تقدر تتواصل معايا بإذن الله وأبدأ أبعت لحضرتك مشروع تقدر إن أنت تعمله من البداية وتبدأ تطبق عليه. أتمنى إن شاء الله إن الكورس يكون مفيد وإن أنا أشوفكم في الكورس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.